اليوم رح نحكي عن موضوع شائع كتير، هو موضوع الإسهالات، وخاصة نحن داخلين على فصل الصيف. الإسهال هو بيصير عدد مرات الخروج أكثر من 3 مرات، وبيصير قوام البراز قوام سائل. الإسهالات له أسباب كتيرة، ممكن تكون أسباب فيروسية، أسباب جرثومية، أسباب قد يكون جياردة، قد يكون متحول زحاري، قد يكون مضادات حيوية، قد يكون اضطراب بالجهاز الهضمي نفسه. ماذا أفعل لكي أصبح أفضل أنا بعد ما يصير عندي إسهال أنا كمريض؟ أول شيء تناول كميات كبيرة من السوائل عن طريق الفم، سوائل مع أملاح قد يكون أو تناول ظروف الأوزمون بعد حلها، تناول أنواع معينة من الأطعمة مثل تناول شوربات، تناول بطاطا، تناول موز، تفاح أو ما شابه، عدم الامتناع عن تناول طعام بعض أنواع الأطعمة مثل الحليب، مثل النبيهات، مثل الدسم. أذهب إلى الطبيب في حال كانت إسهالات شديدة أكثر من 6 مرات، أو استمرت أكثر من 2 يوم، أو كانت إسهالات مدماء، أو كانت إسهالات زفتية، أو كانت أو أدت هذه الإسهالات إلى تجفاف وأعراض انسمامية شديدة. هذه الحالات ممكن أذهب إلى الطبيب. ما أفعل لكي أقي من هذه الإسهالات؟ ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. غسل اليدين بشكل جيد، غسل الخضار والفواكه وتعقيمها، ممكن استعمل بعض أنواع مثل بيرمنغنات البوتاسيوم أو خل التفاح، طبخ اللحوم بشكل جيد، عدم شرب الحليب غير المبستر، حفظ الأطعمة بشكل جيد وتبريدها بشكل جيد، ويعطيكم العافية.